أسرع طريقة لأرشفة موقعك وفهرسة كل مواضيعك وظهورك في محركات البحث بشكل طبيعي، وزي ما حضراتكم شايفين كده باستخدام الطريقة اللي هنشرحها النهاردة يا شباب هتقدر ترفع الدومين أثوريتي الخاص بموقعك، كمان هتحصل على زيارات بعدد لا نهائي من محرك البحث جوجل بطريقة طبيعية، والأهم من ده كله يا شباب إنك بتقدر تحصل على عدد لا نهائي من الباك لينك اللي بيحتوي على دومين أثوريتي من 95 إلى 100، وده يمكن أهم ما في الموضوع بتاعنا النهاردة يا شباب وهو الباك لينك، لأن طبعا كلنا عارفين إن الباك لينك مهم جدا ومفيد جدا لأي موقع، خصوصا لو كان الباك لينك ده أو نوع الدومينات دي بتحتوي على دومين أثوريتي عالي، فالموقع اللي هنستخدمه النهاردة بيدينا كل الامكانيات دي وبكل سهوله يا شباب بنقرات بسيطه جدا. كمان لو عندك فيديوهات وعايز تحصل على مشاهدات لفيديوهاتك سواء كانت على اليوتيوب او فيسبوك او في اي منصه من منصات السوشيال ميديا، فتقدر برضو تستخدم الموقع اللي معانا النهارده ده في الحصول على مشاهدات طبيعيه من كلمات بحث، وكمان بمده زمنيه معقوله، ومش بس مشاهدات يا شباب، انت بتحصل كمان على تفاعل على الفيديوهات. كمان باستخدام الموقع اللي هنشرحه النهارده يا شباب تقدر تحصل على افضل كلمات مفتاحيه للحصول على تصنيف عالي سواء لمقالاتك او لفيديوهاتك. غير كده كمان الموقع بيوفر لك خدمه جميله جدا للحصول على زيارات تلقائيه من بحث جوجل وبالكلمات المفتاحيه اللي حضرتك بتضيفها داخل الحمله بتاعتك، وبالطريقه دي يا شباب هتقدر تنقل موقعك نقله تانيه خالص في خلال 10 ايام فقط، وده اللي الموقع بيوعدك بيه. الموقع في البدايه بيقول لك ان انا في 10 ايام بالظبط لو اشتغلت على كل الحملات الموجوده داخل الموقع هتقدر تحصل على تصنيف عالي خلال 10 ايام. طيب علشان ما اطولش على حضراتكم اكتر من كده في المقدمه، يلا بينا نبدا الشرح. ولكن قبل ما نبدا يا شباب، رجاء لو حضرتك استفدت من الفيديو النهارده ومن الشرح يا ريت تدعمنا بلايك وشير علشان الفيديو يوصل لغيرك ويستفيد. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب، انا اخوكم احمد حمزاوي ودي قناه نت بروفيت، قناه متخصصه في شروحات مواقع الربح من الانترنت والثغرات وجلب الاحالات. علشان كده فضلا وليس امرا لو حضرتك لسه اول مره تشوف القناه يا ريت تشرف بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. طبعا يا شباب رابط الموقع هتلاقيني سايبهولك في الديسكريبشن اسفل الفيديو او في اول تعليق. بعد ما بتضغط على الرابط بينقلك على الصفحه الرئيسيه للموقع بالشكل ده، وزي ما حضرتك شايف هنا بيقول لك اعلى التصنيفات في 10 ايام فقط، وده فعلا حقيقي وهتشوفه بعينك معايا لما نسجل دخول على الحساب. طبعا يا شباب اول حاجه لازم تكون مسجل حساب، فهنضغط على اشترك من هنا وهنبدا نسجل حساب بالبريد الالكتروني وكلمه مرور، وهتتبع الخطوات. طبعا هيجي لك رساله تحقيق على البريد الالكتروني، بعد كده هتكون على الصفحه الرئيسيه بتاعتك للحساب بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. طبعا يا شباب ده موقع ماني روبوت، لو حضراتكم عارفين كنا شرحنا قبل كده نسخه للبرنامج الخاص بالموقع، برنامج ماني روبوت، ولكن كانت النسخه المهكره الموجوده على موقع الدكتور فرفر، ونصيحه محدش يستخدم النسخه دي لان هي فعلا بتعمل مشاكل في الاجهزه. لو عايز تستخدم النسخه الاصليه تقدر تحمل نسخه البرنامج من على الموقع الرسمي من هنا، وتقدر تستخدمها لمده اسبوع مجانا، وبعد الاسبوع ممكن تسجل حساب بايميل تاني مهمل وتبدا تستخدم البرنامج مدى الحياه بهذه الطريقه. ولكن احنا النهارده هنشرح على الموقع نفسه. بعد ما بتسجل حساب وبتعمل تسجيل دخول بتكون هي دي الداشبورد او الصفحه الرئيسيه لحسابك، دي كل الادوات او الامكانيات الموجوده داخل الموقع هناخدهم بالترتيب. فعلشان كده عايز حضرتك تكمل معايا الفيديو للنهايه وما تضيعش ثانيه واحده، لان كل حاجه من دول بتكمل الثانيه. دي اول حاجه هنا شباب بيقول لك تحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي اتمته كامله، وبعد كده في حملات تحسين محركات البحث، وهنا في حركة مرور على الموقع، يعني تقدر تعمل حركة مرور على الموقع وتفضل شغالة تلقائيا طول ما حسابك شغال على الموقع. انت تقدر تضيف روابط لموقعك او مقالاتك او اي شيء عندك وتقدر تحصل على حركة مرور مستمرة. بعد كده في مشاهدات الفيديو، تقدر تضيف فيديوهاتك وتحصل على مشاهدات واعجابات او تفاعلات على الفيديوهات مباشرة، وهنا اشارات لوسائل التواصل الاجتماعي، يعني تقدر تشير موقعك او اي رابط خاص بيك الى مواقع التواصل الاجتماعي تلقائيا. كل ده شباب هنشوفه بعينينا دلوقتي لان انا فعلا نفذت كل الحملات دي على الموقع. هنا بيقول لك تحقق من موقعي، هتقدر تشوف موقعك باستمرار بيوصل لفين، او مثلا حجم التغيير اللي انت عملته على الموقع وصل لغايه فين، وهنا اداه البحث عن الكلمات الرئيسيه، وفي حاجه اخيره اسمها مخططات تحسين محركات البحث. يلا بينا نتعرف على المواضيع دي كلها واحده واحده كده. اول حاجه اللي احنا واقفين عليها دلوقتي يا شباب تحسين محركات البحث.
بالذكاء الاصطناعي اتمتة الترتيب. كل المطلوب من حضرتك هتضغط على اضافة عنوان URL جديد. هنا بيقولك ادخل كلماتك الرئيسية واحدة لكل سطر، يعني الكلمة هتكون كل كلمة في سطر لوحدها. وفي الخانة التانية بيقولك ادخل عناوين URL الخاصة بيك، وهنا تقدر تضيف مجموعة كلمات، ولكن كل حاجة بتكون على سطر لوحدها. وبعد كده هتضغط على اضافة URL. بعد كده هتلاقي كل الحملات اشتغلت معاك زي ما حضرتك شايف كده، بيقولك جاري، يعني كل رابط من دول هيرتبط بالكلمات المفتاحية اللي موجودة، وهيتم بدء تشغيل حملات تحسين محركات البحث تلقائيا بالذكاء الاصطناعي. ودي كانت أول حاجة. الحاجة التانية يا شباب حملات تحسين محركات البحث، هنضغط عليها كده، وزي ما حضراتكم شايفين دي كلها حملات أنا عاملها، وهي عبارة عن إنشاء مجموعة روابط خلفية بعدد كبير جدا يا شباب هتشوفها معها. يعني على سبيل المثال هنا كل اللي حضرتك بتعمله بتضغط على إنشاء حملة تحسين محركات بحث جديدة. هنا بتضيف اسم الحملة بتاعتك، اسم أي اسم عادي أو رقم مش مشكلة، ده بيكون خاص بيك انت. وبعد كده بتضيف الروابط في المكان ده، طبعا كل رابط بيكون في سطر لوحده. وهنا يا شباب بنضيف الكلمات الرئيسيه، وبعد ما بنضيف الكلمات الرئيسيه ما بنضغطش على ابدا الحمله على طول، ممكن تضغط على متقدم من هنا، بتفتح لك ميزات ثانيه هتكون داخل المقال اللي هو هينشئه لك علشان تحصل على الروابط الخلفيه. ومن خلال الصفحه دي يا شباب انت الموقع بيبدا ينشئ لك مقالات وبيضيف لك الروابط بتاعتك داخل هذه المقالات. دومين اثورتي في المواقع دي بيكون عالي وبيتخطى من 90 ل 95. هنا حضرتك بيقول لك انشاء مقال، ممكن انت تنشئ مقال بالذكاء الاصطناعي، طبعا هو بينشئه لك بناء على الكلمات الرئيسيه اللي انت اضفتها هنا. ممكن انت تضيف العنوان بايدك وممكن تخليه هو ينشئ لك مقال. في السهم ده لو ضغطنا عليه يا شباب بيقول لك هنا انشاء مقال بحجم عادي او انشاء مقال كبير او انشاء مقال كبير جدا. انا غالبا بختار انشاء مقال كبير علشان يكون المقال عدد الكلمات اللي فيه في المتوسط لا يزيد عن 5000 ولا يقل عن 2000 كلمة، بحيث ان المقال بتاعي ما يكونش عدد الكلمات اللي فيه اقل من 1000 كلمة ولا يزيد عن 3000 كلمة. يعني هنا لو اخترت انشاء مقال كبير بيكون المقال بتاعك بيحتوي على حوالي من 2000 ل 2500 كلمة، وممكن تختار انشاء مقال كبير جدا. هنا بيقول لك العنوان، تقدر تضيف العنوان، ولكن زي ما قلنا لو حضرتك ضفت الكلمات المفتاحية هتقدر ان انت تنشئ المقال بضغطة واحدة هنا من غير ما تكتب عنوان ولا اي حاجة ولا حتى تكتب نص المقال، هو هينشئ كل حاجه. هنا بقى في ميزه جميله جدا يا شباب، لو انت عايز تضيف فيديو داخل هذه المقال بتاخد عنوان الفيديو بتضيفه في المكان ده، وبعد كده بتضغط على ادراج فيديو. طبعا بتختار بقى ان كان الفيديو عايزه قبل المقال او بعد المقال من المكان ده. ومن هنا يا شباب تقدر تضيف صوره عن طريق لصق الرابط الخاص بالصوره في المكان ده، وبعد كده بتضغط على انشاء المقال، وبعد كده بننزل لتحت شويه. يعني لو حابب ان انت تضيف نص بنفسك تقدر تضيفه، وزي ما قلنا لو انت مش حابب بتضغط على انشاء مقال من هنا، هو بيعمل كل حاجه انت ما بتتدخلش في اي حاجه. وبننزل هنا شباب بنضغط على السهم ده، تختار لغه المقال بتاعك. بعد ما بتختار اللغه بتعمل معاينه، ممكن تضغط على معاينه وتشوف المقال قبل ما تبدا نشره او بدء الحمله. هنفرض ان احنا خلصنا شباب وعملنا بدء الحمله، تعالى بقى اوريك الحملات اللي انا كنت عاملها قبل كده بتكون عامله ازاي. دي يا شباب بعض الحملات، دي طبعا لسه بادئهم لسه شغالين جداد. هنا مثلا في حملات بدات اهي، هنا عمل 980 باك لينك تقدر تشوفهم، هنا عمل 4150 باك لينك، دي حمله انتهت 100%. هنا دي كلها حملات زي ما حضراتكم شايفين كده شغاله، وفي حملات انتهت خلاص، تقدر تجدد الحملات دي مره ثانيه وتقدر تعمل حملات بلا حدود. طب لو عايزين مثلا نشوف الباك لينكات اللي اتعملت داخل هذه الحملات، هنا بيقول لك الروابط الخلفيه اللي تم انشائها 4137 رابط. هنضغط على كلمه عرض من هنا او مشاهده علشان نشوف الباك لينكات. زي ما حضرتك شايف دي قائمه الباك لينكات، بيقول لك 4137 باك لينك. لو سحبنا كده كل دي باك لينكات زي ما حضراتكم شايفين كده، دي كلها روابط 4000 رابط. طب علشان نتاكد ان الروابط دي شغاله هنيجي كده نحدد اي رابط ونقول له انتقال الى هذا الرابط. زي ما حضراتكم شايفين كده دي مقاله، هي دي المقاله او ده الرابط الخلفي اللي هو تم انشاؤه من خلال الموقع. هتقرا المقاله كده بتتكلم عن الموضوع اللي انا اضفته داخل المقال، واثناء القراءه هتلاقي رابط هنا، ده الرابط اللي بيودي مباشره على المقاله بتاعتي او الفيديو او اي رابط انا اضفته داخل المقال. هنضغط على الرابط كده زي ما حضراتكم شايفين بينقلك على المقال اللي انا عايز اوصلك ليه مباشره. اما بالنسبه للمواقع دي يا شباب اللي هو بيحط لك الباك لينك بتاعك عليها او المقال او الرابط بتاعك، فدي بتكون مواقع بتحصل على دومين اثوريتي عالي، فدي بتساعدك في عمليه الفهرسه، وهوريك بنفسك في نهايه الفيديو ان المواقع اللي انا اشتغلت عليها من خلال هذا الموقع
الموقع تم ارشفتها بالكامل وتم فهرسة جميع المواضيع الموجودة فيها وبدأت تظهر فعلا في محركات البحث. ده بالنسبة لحملات انشاء الروابط الخلفية او الباك لينك يا شباب. وطبعا تقدر تضيف حملات بعدد لا نهائي زي ما حضرتك شايف، انا عندي اكتر من صفحة فيها حملات شغالة، كل دي حملات في منها اللي انتهى وفي اللي لسه شغال. بعد كده يا شباب هننزل على الخيار الثالث اللي هو ويب سايت ترافيك، ومن هنا بتقدر تعمل زيارات تلقائية مستمرة طول ما حضرتك مسجل حسابك في الموقع، بتفضل الزيارات دي شغالة ما بتقفش نهائيا. هنا بيقول لك تقدر تضيف 100 رابط في وقت واحد، انا هنا اضفت 47 رابط زي ما حضراتكم شايفين، دي كلها الروابط. ده رابط تم زيارته 35 مرة، هنا 15 مرة، هنا 24، هنا 17، كل الروابط شغالة وبتحصل على زيارات، والزيارات فعلا دي بتظهر في جوجل اناليتكس شباب، والموقع قانوني 100% والزيارات اللي فيه طبيعية اورجانيك ما فيهاش اي مشاكل. طيب علشان تبدأ حمل الزيارات زي اللي حضرتك شايفها دي بتضغط على اد نيو يو ار ال، وهنا تقدر تضيف كل الروابط الخاصة بيك رابط تلو الاخر، ممكن تضيف رابط واحد وتضغط على اد ترافيك يو ار ال بيتضاف الرابط. ولكن لو حضرتك اضفت مجموعة روابط كل رابط في سطر لوحده 20 رابط 40 رابط زي ما انت عايز وضغطت على اد ترافيك يو ار ال، بتلاقي ان الروابط كلها ظهرت هنا، كل رابط هيكون مستقل زي ما حضراتكم شايفين كده، وبتبدا الزيارات تشتغل عليه بشكل تلقائي. بعد كده عندك مشاهدات الفيديو، ده موضوع مهم جدا برضو لبعض الناس، هنضغط عليه. وهنا زي ما حضرتك شايف انا اضفت 20 فيديو على قناتي، لو لاحظت هنا بيقول لك هذا الفيديو يحصل على مشاهدات الان، بيظهر لك هنا عدد المشاهدات وكمان لايكات مش مشاهدات بس، يعني هو بيعمل تفاعل مع المشاهده. طبعا كل الفيديوهات بيجي لها مشاهدات، انا حاطط حوالي 20 فيديو، والطريقه بتكون كالاتي يا شباب، بتضغط على اد نيو فيديو يو ار ال. زي ما قلت لك برده في زيارات المواقع تقدر تضيف اكتر من عنوان مش عنوان واحد، تقدر تضيف الروابط كلها داخل المربع ده، ولكن كل رابط بيكون في سطر لوحده، وبعد كده بتضغط على اد فيديوز، بتلاقي ان الفيديوهات كلها ظهرت معاك بالشكل ده كده وبدات الزيارات تشتغل عليها. وطبعا انت مع دخولك باستمرار على الموقع هتشوف الفرق بنفسك. بعد كده يا شباب في اداه سوشيال ميديا سيجنالز، هنضغط عليها، وهنا ضيف رابط الموقع او المقال او الفيديو او اي رابط حضرتك عايز تضيفه، وهو تلقائيا بينشره داخل المواقع اللي حضرتك شايفها دي كلها، مواقع السوشيال ميديا بالشكل اللي انت شايفه ده. زي ما حضراتكم شايفين كده بيبدا يشير الرابط بتاعك على حسابات كتيره جدا، سواء كان فيسبوك، ماسنجر، تويتر، انستجرام، واتساب، سكايب، بنترست، كل المواقع، تيك توك، يعني مش مخلي اي حاجه حتى البريد الالكتروني. كل المواقع دي حضرتك بيتم نشر الرابط بتاعتك عليها تلقائيا، ودي بمعنى الاشارات الاجتماعيه. زي ما حضرتك شايف هنا بيقول لك الاشارات الاجتماعيه المستلمه 1530، هنا بالنسبه للرابط ده هو شيره 1530 مره على جميع المواقع بالاعداد اللي حضرتك شايفها، كل موقع قصاده العدد بتاعه. طبعا مش رابط واحد، انا ضايف حوالي 40 رابط زي ما حضراتكم شايفين كده بيتم مشاركتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. هنا بيقول لك تشيك ماي ويب سايت، هنا بنضيف الكلمه المفتاحيه المستهدفه اللي احنا بنستهدفها او اللي استهدفناها في الحملات اللي احنا عملناها، وفي المكان ده بتضيف عنوان يو ار ال او الدومين الخاص بموقعك، وبتضغط على تشيك ماي سيو. زي ما حضرتك شايف هنا بيقول لك سكور 8.5 على 10، يعني كده الموضوع بدا يتحسن. على فكره كانت هنا من يومين 3.5 وكانت باللون الاحمر، بعد ما بدات شغل على الموقع زي ما حضرتك شايف بدات الدنيا تتحسن، ولو في اي نصايح بتلاقيه هو كاتبها لك، ودي بعض النصايح اللي هو بيطلبها منك للتحسين اكتر علشان توصل للعشرة على عشرة. يعني الموقع مش بس بيحسن لك ترتيبك او بيقول لك ترتيبك وصل فين، لا ده كمان بيدي لك النصايح اللي انت تكمل بها تحسين ترتيبك. وهنا بيقول لك العنوان يحتوي على كلماتك الرئيسية، تمام، وبكده تقدر تعرف انت وصلت لغاية فين والفرق بتاعك فين. نصيحة يا شباب، اول ما تبدأ على الموقع وقبل ما تعمل اي حاجة ادخل قيس مستوى موقعك من هنا، واعرف مثلا السكور بتاعك ده هيكون قد ايه، وبعد ما تشتغل على الموقع بيومين ثلاثة اسبوع ابدا ان انت اعمل اختبار مره ثانيه لموقعك وشوف الفرق وصل فين. وهنا بيقول لك ان الموقع بتاعك تم فهرسته وتم التعرف على روبوت تكست، مفيش اي مشاكل في موقعك بالنسبه للفهرسه. لو عايز بقى تحصل على كلمات مفتاحيه مستهدفه في الوقت الفعلي بتستخدم اداه كيورد ريسيرش، هنا بتضيف كلمه مفتاحيه على سبيل المثال وبتضغط على يبحث، وهو دلوقتي كده هيستخرج لك اقوى كلمات مفتاحيه، ودي يا شباب الكلمات الاعلى بحث في المجال بتاعك. ممكن تضغط هنا ونعمل نسخ الكل او بتحدد الكلمات اللي انت عايزها، وكده انت بتعمل سيو كامل لموقعك. الحملات دي كلها بتبداها وبتنتهي بالظبط في خلال 10 ايام، ال 10
ايام دول بيكون موقعك انتقل الى مكان تاني نهائيا، وده اللي هتشوفه بنفسك وهتدعي لي ان شاء الله. الموضوع سهل جدا يا شباب وابسط مما تتخيل، كل اللي عليك بس ان انت تسجل حساب في الموقع وتبدأ تشتغل عليه. وطبعا انا شرحت لك شرح سريع لطريقة الاستخدام كل الادوات اللي موجودة على الموقع، ولو في اداة عايزيني اشرحها لكم بالتفصيل ممكن تكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنكون شرحناها بالتفصيل. كده نكون وصلنا لنهاية شرح النهاردة، يا ريت لو عجبك الموضوع ما تنساش تدعمنا بلايك وشير، ولو لسه حضرتك اول مرة تشوف القناة ما تنساش تشرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم، وكان معكم اخوكم احمد حمزاوي من قناة نت بروفيت.